خالص الشكر لفضيلة الشيخ محمود أبو جعفر الذي به أفخر، خالص الشكر للأخ الحبيب الأستاذ إسلام صابر أبو الورد، خالص الشكر لفريق العمل لهذه الليلة، مخازي الفراشة والإنارة العالمية الحاج محمد أبو الهادي بشبرا النخلة بالبيت الشرقية، هندسة الصوت العالمية والإذاعة الدولية مهندس محمد عاطف درويش بعزبة أباظة، كفر شكر بنها قليوبية، واجبات الضيافة العالمي محمود أبو صابر بالظاهرية الكبير الإسماعيلية، عمدة مصورين الحفلات القرآنية الكبرى، وجامع تراث الشيخ الليسي المهندس ناصر صلاح مهندس المهندسين. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، الذي تكفله ربه سبحانه وتعالى بالعناية السرمدية، سبحانه سبحانه خلق الخلق، اصطفى من الخلق الأنبياء، اصطفى من الأنبياء الرسل، اصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا، واصطفى من أولو العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه، فشرح له صدره وأعلى له قدره، وزكاه في كل شيء، زكاه في ذكره فقال سبحانه ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، زكاه في صدره فقال سبحانه ألم نشرح لك صدرك، زكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد، بها يسر وتفريج لكرب، بها نور مستمد من محمد، وأفضلها إذا ما كنت بروضته تصلي على محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نور الأنوار وسر الأسرار حضرة الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ليلتنا قرآنية احتفالا واحتفاء بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذكرى الثانوية التي يقيمها فضيلة العلم القرآني الشهير قارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس، ذلك أيضا بمناسبة عقيقة نجله المولود أحمد، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. حضرنا الآن فضيلة الإعلام الكبير الشيخ عمرو دسوقي، كذلك أيضا نبت البيت القرآني الجامعة الراشدية بكفر أباظة بالزقازيق الشرقية، فضيلة الشيخ محمد علي السيد محمد علي راشد، فضيلة الشيخ الكبير وابن العلامة الأستاذ الدكتور عاصم السعيد محمد علي. ليلتنا قرآنية صدق فيها قول القائل يا مصر قومي واسمعي القرآن،
وليلتنا هذه تزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي: هيا يا أمة الإسلام بسماع القرآن جددوا الإيمان. نعود وإياكم إلى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أهل الواجب والكرم والجود، مع علم من أعلام دولة التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، صاحب الواجب والخلق الجميل فضيلة العلم القرآني الشيخ محمد أحمد حميدة. أدعو فضيلته إلى منصة التلاوة ليقطعنا بمعجزة الحبيب المصطفى محمد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى شيرو
يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب اجعل لي آية الحمد لله.
وعلى قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا الكتاب بقوة
صبيا. سجلت تاريخا قرآنيا عريقا، هي السورة الوحيدة في القرآن التي سميت باسم امرأة تعظيما لها وللحبيب المعظم عيسى عليه السلام. هذا النبي الذي ولد بدون أب. كانت التلاوة لفضيلة العلم القرآني الجليل القارئ والمكتب باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة القارئ المقيم بعزبة الزنادي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم العلم القرآني الجليل فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد هجرس. يا الإخوة المؤمنون، نشكر لمن حضر فضيلة الشيخ محمد عاطف عبد العال صاحب حاج سعيد العفيفي، ذلك ايضا فضيلة الشيخ الجليل محمود يوسف عقل القارئ والوافد الينا من دبيب مركز ميد غمر بمحافظة الفقهرية. نشكر ايضا فضيلة الوالد الكريم ومؤسس الجامعة الراشدية القرآنية فضيلة الشيخ السيد راشد. نشكر ايضا الى فضيلة